النهارده يوم الخميس، وزي ما وعدتكم هنتكلم على الإكزيما الوراثية. أعتقد إنه أطفالنا هياخدوا مننا شوية كلام كتير في الحلقات بتاعتنا، سامحوني، أكتر من الحاجات التجميل بتاعت الستات والرجالة. يمكن مشاكل الأطفال بتبقى صعبة قوي نفسيًا على الآباء والأمهات، وده بيخليهم أحيانًا بيتصرفوا تصرفات خاطئة وما بتقلهم إن هم بيفيدوا الأطفال. بتبدأ الإكزيما الوراثية عادة بيبان أعراضها في الشهور الأولى من بعد الولادة ولسه الطفل رضيع. بتبدأ في صورة جفاف خفيف وشوية لون أحمر خفيف وقشرة خفيفة. عادة الكلام ده بيبقى على الوجه، اللي هو المنظر اللي بيدي بالشكل العام بالمفهوم العام الشعبي المصري كلمة الأشف. ده شوية أشف عشان الجو برد، عشان 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 بيزيد بعد كده غير الوجه بنلاقيه بيجي على اليدين والقدمين، في التهابات في منطقة الحفاضة زي ما شرحنا في الحلقة الأسبوع اللي فات، بس هما يمكن بيبقى عندهم الاستعداد أكتر شوية. لما الطفل بيبتدي يحبي المناطق بتاعة الاحتكاك بيزيد فيها. الملفت في الأطفال دول إن هما بيبدأوا الحكة بدري عن الأطفال العاديين. طفل الرضيع مش ما بيبتديش يحك في الأسابيع الأولى من عمره. لا، ده في حاجة تانية كمان، الطفل ده بيحك وهو نايم، وبيحك في حتة في الجلد شكلها مش ملتهب ولا أحمر ولا فيه قشرة. أقول لكم معلومة غريبة، لو دخلتي على طفلك الرضيع اللي عنده النوع ده من الإكزيما وهو قاعد بيحك في جلده بالليل وهو نايم، وخدتي إيده وحطيتيها على إيدك هيحك في إيدك. الحكة هنا أوامر جاية من المخ. الأطفال دي وراثيا عندهم حاجتين مهمين جدا، الجلد بيميل الى الجفاف، البارير فانكشن بتاعته مضروبه، واستعداد طبيعي للحكه من غير حتى ما يكون في حاجه في جلده. النقطتين دول مهمين عشان الوقايه والعلاج من اكزيما الاطفال. مع الحكه يبتدي الجلد يتجرح، يبتدي يتهيج وتنزل افرازات صفراء وتنشف وتبقى قشور سميكة، ممكن يحصل تلوث، وبدل الإفرازات الصفراء دي ممكن في مناطق ألاقي زي فسفيس صغيرة أو صديد لونه أبيض. في الطفل الأكبر بتبتدي الحساسية بتفضل أماكن زي في الرسمة اللي بين قصاد حضراتكم، في باطن الكوعين وفي باطن الركبتين، وبيبقى عندهم الاستعداد أكتر للإكزيما بالجسم واليدين، وبيستمر جفاف الجلد والاستعداد للحكة معاهم طول العمر. وفي المرحلة دي ممكن يبتدي يبان الأزمات الربوية أو حساسية الأنف أو حساسية العين، ودول كلهم متلازمات بيحصلوا مع بعض. العامل الوراثي هنا واضح بس مش واضح قوي. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون الأب طول عمره عنده حساسية من بعض الروائح في أنفه ومش حاسس إن عنده حاجة، وتيجي الصورة كاملة في الطفل بعد كده، أو العكس. خلينا نركز في الجلد. أسباب تدهور حالة الجلد اللي قدام حضراتكم مكتوبة: جفاف الجو، الغبار، وده مش بإيدينا. لو الجو في المنطقة اللي احنا فيها الجو جاف، الناس عايشة في المناطق الجافة أطفالهم بيعانوا أكتر، إنما في إيدينا لو احنا قاعدين في مكيف طول النهار بيشيل الرطوبة من الجو، ناخد بالنا من الموضوع ده. الاستحمام بالماء الساخن والصابون المطهر القوي وفرك الجلد الليفة والدعك ده بيزيد من جفاف الجلد وبيهيجه. الجلد الجاف قلنا البارير فانكشن بتاعته ضعيفة شوية، الملابس الصوف بتبقى خشنة عليه وبتهيجه. طب يا دكتور نعمل ايه في الشتاء؟ لا، نلبس صوف، بس اللي يلمس الجلد لازم يكون قطن تحت الصوف. نشطف الغسيل كويس في الغسالة الفول اوتوماتيك، لانه مش دايما بتشطف كويس، وبقايا المنظفات الصناعية بتحتك مع الجلد والحركة والعرق وتبقى مهيجة. نيجي لقصة بقى، نوقف البيض ولا اللبن، نمنعه من السمك ولا من الشوكولاتة؟ ولا حاجة من دول تتمنع أرجوكم. إذا كان الطفل عنده حساسية من حاجة من المأكولات دي ومرتبطة بالإكزيما الوراثية اللي عنده، أول الأعراض هتبقى أعراض في الجهاز الهضمي، تقلصات وإسهال. إن ما عملتلوش يبقى مش هي السبب. مش هي اللي بتهيج الإكزيما، عادة اللي بيهيج الإكزيما عوامل خارجية زي ما أنا شرحت لحضراتكم وزي اللي مكتوب قدامكم. ما تستعجلوش في حرمان أطفالكم لو سمحتوا. يبقى القواعد العامة للتعامل ادينا فهمنا، الجلد ده يتعامل بحنية لأنه بيميل للجفاف والضعف،
العلاج المبكر والمواظبه والمتابعه، ما فيش حاجه اسمها احسن علاج واقوى علاج وعايز يخف وما يرجعلوش تاني، مفيش حاجه اسمها كده. دي طبيعه جلد نفهمه ونحترمه ونتعامل بالراحه. ممنوع الحك، ازاي يا دكتور اذا كان الجلد بياكله والولد انت بتقول لي انه اوامر من المخ انه يهرش؟ بنعود اطفالنا انه المنطقه اللي عايز يحك فيها يمسك الكريم ويفضل يدلك بالكريم كانه عمل حكه بس من غير ما يجرح الجلد، لا بالعكس ده ضحك على الجلد وخلاه يستفاد بالكريم. نخلي دايما مع اطفالنا حته كريم صغيره في علبه صغيره يتعودوا ان هم يدهنوا بيها. الاطفال دول بيبقوا نسبه الانتباه والذكاء الاجتماعي عندهم اعلى من غيرهم. فالتوازن في التعامل النفسي مهم، يعني ما ندلعش وفي نفس الوقت ما نبقاش على طول قدامه مخضوضين من منظر الجلد، قلقانين من منظر الجلد، قرفانين من منظر الجلد. الموضوع محتاج عقل في التعامل مع الاطفال دول، لا يدلل ولا يهمل ولا يجنب. اي دواء فيه كورتيزون يتاخد بمعرفه الطبيب وتحت اشرافه ومسؤوليته، اللي يقوله الدكتور يتنفذ عشان نحاسبه عليه بعد كده. عشان لما باجي اعالج بعد كده برضه ابتدينا في العلاج ايه؟ تجنب مهيجات الحساسيه ومرطبات الجلد يوميا وطول العمر، مش حاجه دلوقتي يا دكتور ونخف وخلاص خفينا، لا، الجلد ده مخلوق بيميل للجفاف. والكريمات والمراهم اللي تبقى موجوده في البيت بدائل الكورتيزون، ودي الطبيب بيوصفها، او لو كورتيزون حاجه اسمها الهيدروكورتيزون وقلتها في اكتر من حلقه قبل كده، لان ده امن انكم تستخدموه من غير استشارتي. ويفضل اي دواء بالبق ومضادات هيستامين مضاد حيوي عشان فيه شويه تلوث، الدكتور هو اللي يكتبه وجرعه وفتره محدده ونرجع للدكتور. واي علاج اقوى من كده من اللي مكتوب عندنا في الكتب ما تاخدهوش من على النت لو سمحتم، الدكتور اللي يكتبه ويبقى مسؤول عن العلاج واثاره الجانبيه، ونسمع كلامه ونرجع نتحاسب سوا النتيجه وصلت لايه. واضح يا امهات ويا ابهات؟ ما نقلقش قوي على اطفالنا، انا اسف اذا كانت الصور بعضها مزعج بالنسبه لكم، انما والله كل ده بيخف وبمنتهى السهوله باذن الله وبشويه القواعد العامه الخفيفه اللي قلناها، بس نفهم الجلد بيطلب ايه وننفذ طلباته. جلد احمر بجلد احمر وهرش بهرش، لا، في فرق ما بين الاكزيما والارتكال. تعالوا الخميس الجاي نشوف قصه الارتكال ايه، ودي بقى اللي هقول لكم. حاضر، يلا منعوا الاكل، ما فيش مشكله عشان تبقوا مبسوطين وانتوا بتحرموا نفسكم. شرير انا. يلا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. الحلقه الادبيه يوم الاثنين والحلقه العلميه يوم الخميس، وسلام يا اصدقائي.